أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الأحد 26 سبتمبر أيلول 2021. تشعر بالارتياح إلى حد ما بسبب الأحداث التي تدور حولك والمعلومات المختلفة التي تبدو متناقضة والتي تأتي في طريقك. صوتك الداخلي هو أفضل دليل لك الآن. ثق في غرائزك وافعل ما يطلب منك القيام به، وستتعلم الكثير عن نفسك والاتجاه الذي تريد أن تسلكه في حياتك. عاطفيا، استمتع ببعض الوقت الرومانسي مع شريكك اليوم. سيكون يوما مريحا وهادئا. حتى إذا كنت لا تخطط لأي شيء خاص، فسوف تقضي بعض الوقت الجيد مع شريكك وعائلتك. ضع القضايا العاجلة في الانتظار واستمتع بأشياء صغيرة في الحياة اليوم. ستمتلئ بالشعور بالرضا والتعجب. مهنيا، من المرجح أن يهيم انتباهك اليوم على الرغم من تراكم العمل، فمن المحتمل أن تنغمس في أنشطة منتجة، لكن حتى هذا لن يساعدك على الاسترخاء، لأن الإدراك والقلق من أنك لن تكمل مهامك سيظلان دائما هو في الجزء الخلفي من عقلك. من المحتمل أن تتراكم الأعمال المتراكمة لديك، مما سيكون له تأثير طويل المدى على روتين عملك. صحيا، سوف يلهمك شخص ما إلى مستوى أعلى من اللياقة البدنية اليوم. أنت تعلم على المستوى الفكري أنك بحاجة إلى تحسين لياقتك، لكنك تتباطأ. اليوم ستصادف شخصا قد لا يكون جسديا في حالة رائعة، لكنه سيلهمك لتحسين صحتك. ستبدأ نظاما غذائيا جديدا أو نمط تمرين جديد اليوم. توقعات برج العقرب للرجل. الأمور تسير مثل ما تريد بالضبط، ولكن هناك شيئا ما في حياتك الخاصة ليس على ما يرام. بالصبر والهدوء كل شيء سيكون بأفضل حال. لا تفكر كثيرا في الهموم والمشاكل، وحاول أن تتجه إلى الأمور الترفيهية. توقعات برج العقرب للمرأة. اليوم عليك أن توازني بين الجسد والنفس والأهل والدين والعمل، فكل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى تكامل سليم لحياة جميلة. صحيا، حافظي على نظافة أسنانك وصحتها أكثر. عاطفيا، للمرتبطة وتوددي إلى الحبيب أكثر اليوم وشاركيه المشاعر الجميلة. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. اندفع من هذا التناغم في تقويض علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي قد تكون مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 نوفمبر إلى 12 نوفمبر. أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها، حيث أنك تتفاهم جيدا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط الذي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوءك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 نوفمبر إلى 21 نوفمبر. ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر، وسوف تكسب أصدقاء العمر، وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك اليوم.